وأما ما ورد عند ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أشاحه، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نقول بثبوته عن داود عليه السلام، لأنه لا يمكن أن نعرف هذا الدعاء أنه من دعاء داود إلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي قال: كان داود يقول وذكر الدعوات.